السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. تحيدون قال لكم اليوم شيء محاكم وشيء مقابلة هو مع البطل. السلام عليكم. سيلس ما في خلط. Good morning. Dwarka. Yes. You happy? I'm happy. You are going to your country or not yet? Retired. After how long? Finish now. How long you are here? Yes. How long I'm you not are? Yet. I'm not yet finished my contract. So I have to count the other one. I'm planning to add more. You stay 4 years and that you need to stay. To start when I came. Uh-huh. After my combine is 3 years. 3 years? Yeah. And after you go and you'll... I will go and stay for 1 year and something and then I will come back. You stay 1 year, yes, holiday? Yes. Why, mashallah? To have the second one. Second what? Born. Baby? Born. Yes. Wallah. Yes, sir. Karbalaka. I can't hear you. We are planning like that with the Francia. Ah. Francia is going and then to bring and to give and then after that. And yeah. I have to wait 1 year without house. Stay without. Huh? There is many housemaids. And see? So you can ask for another housemaid or we can help you to search. Maybe Francia can help you to search the Philippine. Yes. Do you think I understand what you said? Yes, you understand. No. What? The way when you talk. Yeah, but later we'll talk. خلاص you go later we'll talk. No. يلا تعال انت حينا. ها؟ سيلس شوف انا حينا ما يسوي كنسل خلاص. ليش انا ما يسوي كنسل؟ زين. أنا ليش سويت كنسل؟ النسوان سه؟ إيه. دخل النسوان ممنوع داخل أمريكا. ممنوع دخل الدنيا كلش ممنوع نسوان. إيه بس. هذا. معلوم أول ليش بيت ما فيه نظيف على طول؟ إيه. عشان تخلي نسوان يجلس تحت زراعة ونوم. إيه أنا قلنا. إنزين يوم تتحيد صح؟ سنة تستعمل نسوان؟ يمكن 3 سنين. قبل داخل بلاد ما في استعمل نسوان؟ بلادك ما تستعمل نسوان؟ بان داخل بلاد بان ايه. وهني في الامارات سويت نسوار يعني بان ما يصل لك النسوار ايوه. السلام عليكم. يا سلام اليوم عاده بيض الله يحفظكم ما يسمونها هاي الصغار حبل الفزن الصغار كويل هاي الصغار ويا تعرفون هاي اللحم شو هاي اللي جايبينه من بلاد العرب توني جاي منها من المغرب خلي هناك يسوون عاد الخليع طاج الخليع مع شو مع البيض العربي البيض بالعربي يعني البلدي ونحن نبغى يسوينا الخليع ابتكار البيض مع السمان السمان لحسم كويل حال ذي شرات الطيور تي شوي أكبر على الطيور بيت إيران ما شاء الله مكود حفظهم بطرشيلنا مزار جفير منه هاي يمكن ما حول 10 بيضات هاي مسوين هالكثير ترى شويونه غير يبين عاد مسوي الخليع تعرفونه تاع الخليع اللي يعرف يعرفوا اللي ما يعرف بخبر عنه هو اللحم المقدد او القديد او اللحم الميبس شيء فنان وغاوي ورقم واحد زين انا ما اريد بيت صغير ولا كبير هذا صغير هاي الكبير والبيضة هذا وايد أحيبة هذا تأثير النسوان ها أنا لين إيه واجد الدراجة سو فطور سيم أول الحين الحين متى بدأ خلاص بتسوي كنسل أنت خلاص واحد شهر أنت خلاص ما في استعمال زين ولا ما في زين التحينة أنا واجد الدراجة الأول ما الدراجة على طول قال بن زين والحين فائدة مالته ولا ما هذا فايده مال انت الحين صح؟ ايوه انت حصل فايده. أيوة. انا احنا فراد داخل هذا انترنت داخل سناب شات يقول خلاص ما يسوي ما يودي بلاد يقول ان فراد ما يودي بلاد مكران خلاص هو يقول توبه خلاص قول اي ام سوري اخر مره ما يسوي نسوار ما يسوي بان الحين ان شاء الله بعد واحد شهر الحين روحنا اليوم جوازات يسوي تراي يسوي شيل هذا تعميم وكنسل وان شاء الله بخليك زين يصير بلاد ليش بلاد؟
ما تقلت بيسوي زواج بشهر ايه جواز لا ايه. جواز انزين يصير جاء رخصة 2 شهر ايه يرجع وعرس وتعال اوك ان شاء الله لازم عروس حلوة رقم واحد ايوه ما في كشرة عروس هذا هو بي مالنا وجد حلو بعد شو شو ليش انا نسي الجواز ان شاء الله 2 شهر اجلس بعد رجع اجي لا 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 الحين انت بعد يروح رمضان خلاص بعدين ان شاء الله الله كريم انا اليوم بروح جوازات سوي ترتيب مال انت مرات ما جوازات تسمع انت شو بتقولهم بليز سوي مساعده شوي انا اشيل تامين مال انا خلي بعد يقدر تشيل واشيل يقدر انزين اقول لك صبر يوم كم يوم انت رحت شرطه أيوة. مال جوازات أيوة. يوم وقت انا صرت معاك اسوي كنسل ايوه نفرات مال شرطه يسوي قرقر ولا يسوي احترام والله ما يسوي كذاب ولا اترام ركب كرسي زي شوف هناك يقول ليش انت خوف انا اقول انا ما بقول يقول اجلس كرسي انت ما بقول انت حصل جواز هي بروح جوازات نفر شرطه ايه؟ نفر يعرفوك انك عرفوك انت ايوه بكره انت اجلس هنا ما بقول كيف يعرفون نفرات شوف ذاك الفيديو والله انت شاروخان انت ايوه شارك يلا شارك مليون فلوس انا ما في ما كذبت يلا يا لو تبي الفلوس ما تمت أوازم على هالموال ها لقمة وقرمة لقمة وقرمة وقرمة ولقمة شوف من وراء كريسبي عاد بنظرة على الشيء ضريت عمري عليه الحين بازم كل يوم هيلة بيس كل يوم خليع طاجن خليع يوميا أقول لكم ميوبات على كبر الشف تقريبا على كبر الفنيال شوف الحين هذا كل وحدة كبر يوم يشيرات شيلسة الآدبي يوم يجلس حجمهن اقول لكم العامل هذا مكران كان عندي يعني موجود على قامتي هو انا كفيله غير سوى الخله هاي جوا فسويت الالغاء مع حرمان انزين فالحين من شهر ودر هذا اللي يستعمل وقال التوبه الحين انا رديت برمستي هل اني يستوي اشل الحرمان اللي انا حاطنه ما بسوي تعميم سوي حرمان يعني ما ليش سويت الحرمان هو الواد بلي من غير يوم يشوفون حد يعني ما يوز فيه عيب تنازلوا عند حق انا بالنسبه لي انا ما كذب اشكار الاول عندي اللي ما يوزون وفيهم خله عاديه اسوي لهم تنازل لكن اخبر الكفيل اللي يديد عن خله هذا مثلا ما رمت اسوي له تنازل حق حد شو السبب يعني بهالطريقه كني اغشبه اللوادم ادهابه العرب اعطيهم انسان ما بعدل غير انا حاليا يعني شفت انه اعتدل يقول الحين اشوفه حتى برق وجهه فقير فلذلك قررت اني اخليه يتم عندي شو بسوي ما اخذتك الا انا متوزي غرامك الحين انا ماخذنه من سنه وثمان شهور الحين في اخر شهرين بيعيزني لا حول لا قوه بخلي بصبر هو يقول ودر واشوف حتى وجهه مبرج وجهه معتدل مشيت اعتدلت هو اللي يمشي ها يرتيب كبره ها هو هرب الله والله ما بهين هالحلتش يلا هل هذا اللي تحيلون فندق رويال منصور وانا ظاهر طلبتهم 10 لبسات منهن واحليهم ما قصروا عطوني اياهن فنانا منصور ما قصروا واحليهم من طلبتهم 5 يابوا لي 10 لبسات بدل الوحده وخفاف وقاويات وما بياعي بهبه لا من زين واليوم انا اصبحت من حطيت في ريولي من لبس التهور اطاري علي مسلسل دليل والزئبق هي والله تحيدون بعد اشوف تحيدون اقول لكم الفندق هب الفندق الفنادق الصغيرون اللي في نص السوق يوم اقول لكم يوم يخبرني المترجم هب المترجم المرشد السياحي يقول هني يحطون خيولهم وبغالهم وفوق غرفهم مال التجاره فطرع علي يوم تذكرت دليلة والزئبق هل المكان هاك لعبارة الفندق صغيروني شرات الخان هم عندهم يقولك يوم السوق عندهم يتيامعون التجاري يلسون فيها الخان شفت المتحف مال الخشب اللي صورتكم إياه متحف الخشب يتيامع في النص وين فيتبادلون تجارة الذهب بالملح في هاك الأسواق ويتيامع كل حد عنده تجارة يلسون في الخان هذاك
من نشيت اليوم الصبح قلت في خاطري ترى هذا الخان اللي شفناه في مسلسل دليلة والزئبق، يعني قم دليلة والزئبق ما بيابينا عبط، جايبينه ترى منه. وين انت؟ اخوي بابا سباح وسباح. عرف سبح الساعة 9 بسير انا وايد تأخرت اليوم. الصبح ما بتي؟ العصر؟ ايه انزي يلا برايك. تخيل انا بخير، ليش ما جيت عندي؟ يلا باي باي. لكم باحيتنا هدية ونسيت اصورها. هب الباحث تدربتها يا يوم انا في المغرب جيت وخليت عاد اليوم وباتر ونسيت الحين بصور لكم اياها. لا ما بهدية عادية، هدية ولايتية يعني شيء فنان. بس عاد بالتدوي شو تلعب في اوراق انت؟ ما في خلاص؟ خلاص يلا. يا جاي طيح بنرويح الجماعة لازور لكم اياهم خيبة. عشر موعد يظني 9:30 بظهر من البيت. الوالدين قالوا تراك صارت يميع الدنيا، وين بتروم تسوي الحين فحص؟ ابوي الفحص هذا وانت صارت تصير لهم. بالنسبة للي مرسلين مسجات من وين هالهدية؟ وين جايتنك؟ ابوي جايتني من عند جماعة وقالوا لا تطريها لا عند ذكر ولا عند انثى. زين؟ لا واليوم بكشخبها بعد. ما بتريا لين بتي مناسب ولا شيات. اليوم بكشخب ان شاء الله حدني ما تلبس الا حق المناسبات. اليوم بدزبها نفاق. من ابوي نحن في هالبلاد كلها افراح وعياد ومناسبات سعيده، حق شو الواحد وحق حق الاخر حق الورثه؟ لا يا ابوي. اقولكم مساكم الله بالخير. شوف ها انا توني ظاهر عنه يسلم عليكم الدكتور ويقولكم ولا في ابوي يربيعكم هذا لا سكر ولا ضاد وما عليه باس. هذا سيري توني مخلص من الجوازات لمراد. ابوي يقول لك اللي يسوي حرمان حق حد عنده يعني من الخدم زين يصير ابوي يطبع ورقه ويسمونه طلب استرحام او شيء استغفار او استغفار غلط صح استرحام ما علينا. لازم اللي يكتب الكتاب ويتودى حق الجوازات، الجوازات يعرضون على المدرة الكبار يعني ويودون عقب على اللجنة، عقب اللجنة تقرر هل انه يشلونه ولا لا. انزين في حال وافقوا لك انك خنت عن رايك اللي هو الالغاء ترد تقدم من يد تقرر وتسوي من يد جديد فيزا وعدم مغادرة وفحص من يد جديد واقامة ويعني وتخسر تقريبا ما يقارب هايش الحكي يعني مرضان بيزات كله. والسبب شو؟ انك تسرعت وسرت والغيت لوحين خنت وهذا جزء منه اللي يسرع في الالغاء للهايل وانا واحد منهم. اي والله غمضات اني بيصير عني والله مرضان بيزات بيسوون مال الصحة ومال الفيزا والاقامة واستخراج فيزا وعدم مقادرة وتو الكتاب هذا بثلاثين درهم لا وبعد والدكتور من يده يديد هذا كله والهوية هذا كله من يده يديد معامله كني توني جايبنا. والسبب شو؟ التسرع. لذلك هاي نصيحة عسب ما حد يطيح في الخطأ اللي أنا طحت فيه اللي حيد عمره أبوي ما بقدر رمسه لا يصير ويلغي حق اللي عنده في مكفول بتقول ما قدر. المهم اللي حيد عمره ياوي وفي ماواه لا يصير يتقمص شخصية اللي قلوبهم قوية ويغادي فرعون ويرد يخون لأنه بيغى يظهر عليها غلا عن بيع السوق. الحين كم خسرت أنا قبل 11 قبل 13 شهر خسران عليه
وحين رديه كأني جايب واحد من يده جديد. أقولكم في مثلا حين أحد يطرش لي والله مسج لو سمحت هذا نحن عندنا عمل خيري ممكن تنشره. المشكلة عاد ما يقولي بالكلام يكتب كتيبة وفوق الاسم منو OZE انزين وخلاف. واني يعني حدنا عرفه ولا شيء ما عندي مشكلة يا غير حينه ونشرته انا هذا ونشي ورد وحد طلبني وقال لي والله انت بامر منو تنشر الموضوع هذا نحن هل بالموضوع هذا انت بامر منو تنشره. بقول لهم هذا ابوي قال لي موضوع حينه الوادم تعق عمرها في تلة تعق عمرها في وحل ما شيء كبرها يوم والله أنا عنت عن رمسة فلان. الناس تعق عمرها يسوونها الصغار وتطيح في الكبار. أتي مسأل المسج من حد ما يندراب منه والله هذا عمل خير ينشره إنزين ونشر. باكر بيقول لي والله القانون ما يحمي المغفلين أنت ما حد قال لك تنشر شيء يعني مصيبة والله حب العرب. إنزين المراد ما بهذا موضوعنا يعني تقريبا قبل 9 سنين قبل 9 سنين يعني الله يسلمكم واحد من ربعي قال لي خالد من هالعين يسر وياي بانكوك بتعيبك وزينه وفنانه ولا لا 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 قلت ابدا حيد ومر بعيد ما بس قال لي بتعيبك الوادم كلها صيح منها. قلت يلا وانا ما تضحت هاك الايام بانكوك ضاري كله على اوروبا انزين سرت وياه الله وكيلكم حج الحجز مالنا يمكن أظني 10 أيام أو أسبوعين كان. وصلت المكان اللي أنا ساير بيسكنني فيه تعرفون أنتم وين مكان دل شرقي من غربي. وصلت هاك المكان وتميت في الحجرة ما ظهرت 3 أيام ليل بنهار عفت البلاد باللي فيها من العالم من القذارة اللي شفتها ما حدا حين قال لي روحي شايف بعيني وسامع بذلي جيت يا جماعة الخير وحطيت شاردار على هاش البلاد أظني 4 سنين ما طحته وكل ما حد قال لي قلت أبدا ما أطيح البلاد هاي ولا عيننا تشوفها تعمى وريلنا تطيحها إيها القرح كثر ما بغضته. وكل حد يقول لي وأنا أبدا إذن طين وإذن عيين يا ولد الحلال خلي سر مرة ثانية أنت غلطان. قلت أبدا وآزمت دهر والله ما شفت اللي يكلموني عن بانكوك ناس نعقال وكلهم فيهم خير. قلت في خاطري ليش ما يرب مرة ثانية وسيرة طالع بدار رمسوني هالرياي اللي فيهم خير يمكن اني انا غلطان. لك غلطان ما بين حد قايل لي روحي شوف العين وسمع الاذن كيفكم غلطان شيء الا اني اسير روحي مرة ثانية واكسر الشك في اليقين. والله وصرت بيني وبينكم ترى ابويا انا يوم سرت البلاد ولانها غير عن اللي شفته ترى ابوي الرجال هاي يوم وداني انا وداني اخس مكان في تنتيا بانكوك كلها تايلاند عفت بانكوك باللي فيها فحين كلها العالم ابوي ماخذ فكره غلط عن البلاد الثانية. نفس الشيء المغرب انا مفهميني ان ما تتشاهد وانها فعلته وانها تركته وانها 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 ويوم سرت امس ولانها بلاد يا ابو بلاد يا ابوكم ما ينشبع منها والله يا ابوكم يلي بيصير مش اقل عن 3 أسابيع اقل ما يكون 3 أسابيع. شفتوا اللي صار صرقة ولا مسوي لادمي المسوي اللي مسوي خطأ شرات تأنيب الضمير حاس اني ليش طول هالدهر العالم تسيرها من شيخ لين ملك لين وزير لين سفير العالم كلها تشكر ونحن حين مقطعين تميت معند ميبس راسي. قلت في خاطري ترى ابوي مثل ما اقنعوني ان تايلند وبانكوك ما تتشاهد اقنعونا عن هيا ابوكم المغرب المغرب ترى هيا ابوكم المغرب جنة الله في الارض كاملة كبرها اسميك يا المغرب بلاد. واللي ما سار المغرب ابوي عد عمره ما سافر ولا ظهر ولا سار ولا يأ دبت حياته كل اللي واحد حاط ان المغرب الاول حمام مغربي وصالون عجيب بلاد حضارات وتاريخ وعالم ناس عليهم رضوان ابوكم قسما بالله العظيم يوم بتشوفون وقت صلاه الفروض العاديه العصر والمغرب والفير العالم في المسايد تحرون المسيد يوم جمعه
من العالم اللي فيه في الفروض العادية زحمة خلق الله ما خلق. حتى قوم بالبناطلين رصاصية هاي للشباب الزقرتية الفنانين حتى لبناطليهم لوست تلقطهم أبويا من يدن تراكضوا المساهيم. والله العظيم شفت العجب واستغربت كيف الطبيعة غير الدنيا مختلفة. لا إله إلا الله. وأنا طول هالدهر قابض طول هالدهر أبوي قابضين إلا أوروبا وما أدراك ما أوروبا. هاي حياب الله عليكم عاد الحين شو الفائدة خطف ثلثين العمر يا ربي. وأنا ما خطر في بالي إني بسير المغرب في يوم من أيام الله. ليت السيرة هاي كانت قبل 30 سنة كان الحين أنا عندي أكبر قصر. كيف بيكون عندي أكبر قصر؟ باخذ أبوي دفع أولى حق البيت وكل مصروف أنا أبوي أصرفه في دول أوروبية بدي بيازم الحين البيت ملك عبارة ما بأي بيت باخذ بيت بنقله من كبره بعد. كان هاي مكدة هالدهر كل 40 سنة في بطن أوروبا. والله لام الله من يلومكم لام الله من يلومكم يلي مطيحين في المغرب صبح ومساء. نعم لام الله من يلومكم. وحد من العرب يسألني تو واحد من العرب قال لي ها يعني خلاص احنا ما بسير تايلند. لا بوي بانكو غير هذا شيء وهذا شيء هذا فيزياء وهذا احياء هذا رياض ما يخص بوي الحنين بالرغى. هذا حنين وهذا رغى وهذا عالي وهذا داني وهذا شرق وهذا غرب عالمين مختلفين. وهذه بلاد مسلمة يسدك يوم تجلس في الطبيعة وتسمع اللدانات تدوي في نص اليبال بلاد مسلمين. اقول سرت ويت والله يا ابوك يعني استانست وناس ما كنت استانست شرطت حتى في جنيف حتى في ميونخ في الرياف الإنجليزية في كل بلد في أمريكا ما استانست الوناس. لكن اللي بي الوناس أبوي يعرف طريقها وين. أنا أبوي من أصبح الصبح من أصلي الفير أرد الفندق أذان العشاء. هي نعم هب أبوي تظهر من الفندق العصر ساعتين وتازم طول الليل سو مريالين لا شارك بتسهر طول الليل مو بعد كانك بتسهر طول الليل. عزة الله أبوي أنت ما شفت المغرب كيف بتشوف المغرب يعني أنت حين بتازم طول الليل سهران بتصبح الصبح مبخور بتازم طول النهار راقد 100%. فاللي يسهر الليل ويرقد طول النهار شاف المغرب المغرب أبوي اللي يباها من يصبح بالله المغرب المغرب وغير المغرب يقول والله نحن ما استانسنا ما شفنا الطبيعة ما شفنا شيء. كيف بتشوف شيء وأنت من طبن غير. أنا يعني أركز وأقول إن المغرب من أجمل بلدان اللي شفتها من حيث الطبيعة من حيث اللوائح بشاشة الخاطر النظافة يعني كل بلاد فيها العدل والمايل. يا غير تختلف المغرب عن كل بلاد في الدنيا. سير بعيد شوفوا علاقة الإمارات في المغرب ومن متى الحين بخبركم. وبالأخص بضبي قبل قيام الاتحاد قبل الاتحاد وعلاقته قوية ويا المغرب قبل الاتحاد يعني. ففي البدايات كانت العلاقة بين أبو ظبي بالذات والمغرب علاقة سياسية وغضائية ما في شيء ثاني. زين بتقولون إيش معنى يعني غضائي؟ الغضائي الله يسلمكم مذهبهم في المغرب مذهب موالك وأبو ظبي كلها موالك ما فعلى أساس استفادوا الشرع عندنا استفاد بأنهم يابوا القضاء من المغرب والشرع كلهم الشرع في المغرب الشرع عندهم مذهبهم مذهب بني مالك ومذهب هل الدار مذهب بني مالك فاستعانوا بالقضاء من المغرب. فضل من الله سبحانه وتعالى من عقب ما زاد الخير في الإمارات زادت قوة العلاقة بين الإمارات والمغرب فأصبحت دولة الإمارات الله يحفظكم زد من دون البلادين اللي في الدنيا كلها تحتل المركز الأول في العلاقة ويا المغرب بالأخص في الأمور التجارية والاقتصادية والإعلامية والسياسية والقضائية في كل هالأمور في رابط مشترك. تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول في العالم اللي عندها استثمارات في المغرب من أكثر الدول في العالم كبرى. فالعلاقة اللي تشوفونها حاليا بين الحكومتين بين حكومة الإمارات وحكومة الحكومة المغربية المملكة المغربية فالعلاقة هاي اللي مؤسس قوته ومؤسس لها القواعد حياة الشيخ زايد الله يغفر له ومشى وعياله خليفة وإخوانه على الله يطول
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد على الله يطول بعمره يمد مجله، هو أخوته كلهم ماشيين على نهج حياة الشيخ زايد على الله يغفله ويرحمه إن شاء الله. من أقوى وأكبر رؤوس الأموال الموجودة في العالم في جنتي المغرب يعود ملكية المنو لدولة الإمارات. الاستثمارات الإماراتية في المغرب في الطاقة في السياحة في العمران في المشاريع والبنية التحتية في كل شيء مشارك دولة الإمارات، وحتى في الاتصالات وصلت إلى حتى في الاتصالات مشاركة دولة الإمارات في المغرب. شوف، ومن قوة العلاقة بين دولة الإمارات والمغرب فضلا من الله ومن الحكومة الرشيدة، دولة الإمارات احتلت المركز الأول من حيث المنح المقدمة منها إلى المملكة المغربية. المغرب ما حصلت دولة المملكة المغربية ما حصلت منح من أي دولة في العالم كثر ما حصلت من حكومة دولة الإمارات، اللهم لك الحمد. وأكيد توجيهات من القيادة، حاليا توجد كبرى الشركات تسوي استثماراتها في المغرب مثل السياحة والطاقة، وكل هذا يصب في تقوية الاقتصاد المغربي، لأن قوة المغرب من قوة الإمارات. يوم بتقوى المغرب قوة، وكل هالأمور اللي تستوي في المغرب لجعل المغرب من أقوى اقتصادات العالم ومساعدة العالم عسب تحصل وظائف. توحينا ما تلاحظون المغاربة بشوشين ويا العرب كلها، يا غير انعرفوا انك انت من الامارات خطر عليهم يشلونك فوق، هي نعم خطر عليهم يشلونك فوق روسهم، كان حد فوق يبل ساكن ولا في سهل ولا في وادي ولا في صندقة ولا اي كان، من يدروبك انك من الامارات خطر عليهم اقولك يحطون فوق روسهم من ذكر وانثى كل هالعرب، حتى اللي ساكن في المناطق النائية يذكرون معروف. وايده الامارات تسوي معروف، وايده البلاد اللي تسوي فيها معروف الامارات، يا غير ما حد يذكر المعروف كثر المغاربه سبحانك. هذا الشيء انا امس حسيت به وانا ساير المغرب اسبوع كامل، من حد يسمع بك انك من الامارات ركضوا لك حفي ومنعلين. حب المغاربه حق هالدوله الامارات ما يعبط ما يا الله يحفظكم الا من عقب ما حسوا وتغيرت بلادهم رأسا على عقب. تغيرت بلادهم من الألف إلى الياء، تعدلت الأوضاع وتعدلت نفسياتهم وتعدلت بلادهم من فضل الله وفضل. وإمارة الشارجة من حيث الثقافة دخلت وأبرمت اتفاقيات ثقافية بينها وبين المملكة المغربية. كل هاللي تشوفون حاليا يستوي بين الإمارات وبين المغرب مؤسس لنا حياة الشيخ زايدي على هالجنة، هو اللي مؤسس كل من خلال مساهماته الإنسانية والفعالة في جميع أنحاء المملكة المغربية من شرقها لين غربها. كل شبر يوجد في المملكة المغربية يوجد عليه بصمة حياة الشيخ زايد على هالجنة، كل شبر من أرضها. وعلى هالأساس استمر الدعم حتى من عقب ما غاب حياة الشيخ زايد، من عقب ما توفي على هالجنة استمر أبوي الدعم وزاد دبلات الدبلات، مشوا عياله خليفة وإخوانه يعلى الله يحفظهم ويطول بعمارهم على نهج حياة الشيخ زايد في دعم المملكة المغربية. وهالترابط اللي حاليا نحن نعيشه وانتو كلكم تعيشونه ما يمن فراغ، هذا من كثر وشدة وقوة الترابط اللي استوى، هالترابط اللي استوى بين الحكومتين حكومة الإمارات وحكومة المغرب. الأساس كان قوي واستمر في القوة، ودعموه شيوخنا وعلى راسهم سمو الشيخ خليفة بن زايد على الله يحفظه ويطول بعمره يمد بجله ويعطيه الصحة والعافية رب العالمين. على فكرة ومن الناحية الإنسانية ترى فيه رجال أعمال قائمين ومستمرين في عطائهم في المملكة، أشياء الملموس اللي أنا شفت بعيني، لكن ما طاعوا يخلوني لا أصور ولا أطري. دور للأيتام ومدارس، أعمال خيرية لا تعد ولا تحصى اللي مسوينها في المغرب، يا غير ما يبون حد يطريها ولا يبون حد يعرف عنها. في ناس قائم على أسر وعلى أسر متعففة وعلى أيتام ومستشفيات بزمها وعراها، يا غير ما يبون حد شيء من المستشفيات وشيء من المدارس
بعشرات الملايين الدولارات، يغير يبون هالشيء بينهم وبين الله سبحانه، يبون حد يدريبه لا انس ولا جان، حتى الادارات اللي موجوده وتدير هالاماكن مكتمين عليها يبون محد يدريبهم، وهم كلهم اللي وهذا كله منه لله سبحانه وتعالى، ما بالاماراتي ولا اي انسان يعطي، انسان يبي يعطي عطى نفسه، وهذا كل اللي يخدمونه هالامارات ويسوونه في هالامارات في المغرب كله في حب الله، لا يبون لا صيت ولا سمعه، يبون الاجر من عند الله سبحانه وتعالى. فنطلب من الله سبحانه وتعالى ان ياجر كل انسان يسوي خير ومعروف سواء في المغرب ولا غير المغرب، جزاه الله كل خير. سأل افتحها الحين، فتحت الحين هاللحظه، تخبرني ابوي بالزبده المشروع اللي قلت سرت وزرته السكني هذا متى تخبر عنه؟ ابوي صبري ما ابوي الخبر لك والغيرك، انا قبل ما يمروني هل بالمشروع يقولوا لي نزل الفيديو، ما بروا ما نزله، خذوه غلوه وما بروا ابوي. الحين المكان اللي انا جيته مد مال ابوي، هذا ابوي مال اوادم، مال اوادم رجال اعمال، وصورت وياز وبربيكم يا يوم شيركم مسوين هاي الغرف الكبار والمكان الشرح وهاي اللي ياوين العودة والشي الفنان والموقع اللي ما شي شرات ولا يتبع، شيركم العقار اللي عندهم يصلح حق جميع الفئات كل المستويات يصلح لهم، اللي دخله والله هنه واللي دخله بالمليارات كل ابوية على ما تقولون ما تهدي يقولون ما تنقز إلا السمين، اللي ابوية عنده يروم ياخذ كل شيء واللي ما عنده يروم ياخذ له شيء بسيط كل موجود، وبهانس بهانس شيء لا يذكر، وبمواقع كل موقع له سعره وأسعار وايد أخير عن الزين، والمواقع اللي مبناية فيها المشاريع هاي مميزة ما حد لهم شريك ولا خشير فيهن، روح كل كامباند روحه وكل انزين. بس عليكم عاد عيست يوم اللي هذربان اليوم ما قصر، أظن اليوم في الليل شيء خروفة أعتقد، والعلم عند الله، يلا ما الله. اولا مش غريب على شركه اماراتيه 100% انها تطرش باقه ورد لشخص تعاملت وياه، لانهم هم الورد حتات ورد، حتات الورد شي يكون شوكه لا ورد، والطيب ما يكون وراه الا ضرور المسج لانه هو طيب ريحته طيبه. ورويال اكسبرس شركه ما شاء الله عليها مواطنه 100%، فلذلك ما يم وراهم الا كل طيب وكل زين. الله يطرح لكم البركه ان شاء الله في بزنسكم.